الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على دعم زامبيا من خلال أطر التعاون الثنائي. الرئيس يؤكد أن مصر باتت تتمتع بمنظومة بنية أساسية توفر أساساً لإقامة أي تعاون مع الشركاء الدوليين. النائب العام يأمر بحبس 3 متهمين بخطف طفل المحلة. منتصف ليل القاهرة العاشرة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من إكسترا نيوز في القاهرة. أنا أحمد بشتو مع زميلتي ندى رضا. ندى أهلا بك ومعك البداية. أهلا بك أحمد وشكرا لك. أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على دعم زامبيا من خلال تعزيز أطر التعاون الثنائي، لا سيما على مستوى الاستثمار والتبادل التجاري ودفع محاور التنمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي مع رئيس جمهورية زامبا هاكيندي هيشيليما. صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي تقدم بالتهنئة للرئيس الزامبي على الفوز بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكدا الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور مع الرئيس الزامبي في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها زامبيا، مشيدا بدور زامبيا الفعال بمنطقة الجنوب الأفريقية على المستوى القاري. من جانبه أعرب الرئيس الزامبي عن تقديره العميق لمصر وشعبها وقيادتها وتطلعه لدعم مصر لتحقيق الاستقرار والتنمية المستهدفة ببلاده. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر باتت تتمتع بمنظومة بنية أساسية حديثة ومتكاملة الجوانب من المرافق والخدمات توفر أساساً قوياً لإقامة أي تعاون تنموي مع الشركاء الدوليين. وخلال استقباله وزير الدفاع الكوري الجنوبي بحضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة التي تجمعها بكوريا الجنوبية وحرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائي خاصة في المجالات العسكرية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع الكوري الجنوبي السيد سوهوك، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكذلك السيد كانغ إيون هو وزير المشتريات الكوري، والسفير هونغ جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس الكوري الجنوبي السيد مونغ إين، مشيرا سيادته إلى اعتزاز مصر حكومة وشعبا بالروابط الوثيقة التي تجمعها بكوريا الجنوبية وحرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائي خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية، وكذلك التطلع لتفعيل الشراكة التعاونية الشاملة بما يتناسب مع إمكانات البلدين الصديقين، ويدعم استفادة مصر من التجربة التنموية لكوريا الجنوبية. حيث أكد السيد الرئيس أن مصر باتت تتمتع بمنظومة بنية أساسية حديثة ومتكاملة من المرافق والخدمات توفر أساسا قويا لإقامة أي شراكة تعاون تنموي. من جانبه نقل وزير الدفاع الكوري الجنوبي إلى السيد الرئيس تحيات الرئيس الكوري الجنوبي، معربا عن تقدير بلاده لما تشهده العلاقات المصرية الكورية مؤخرا من تنام وازدهار، ومؤكدا اهتمام كوريا الجنوبية بتعميق تلك العلاقات المثمرة في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها مصر تحت قيادة السيد الرئيس، فضلا عن الدور المصري المحوري في المنطقة كركيزة للأمن والاستقرار، وأهمية العمل على ترسيخ الجانب العسكري والأمن في إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى اهتمام الجانب الكوري بزيادة استثماراته في المشروعات التنموية الكبرى ومشروعات البنية الأساسية في مصر، وكذا المشروعات الأخرى في مختلف المجالات. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد بحث سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، خاصة ما يتعلق بالتعاون في التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا في ضوء الدور المحوري الذي تقوم به مصر في المنطقة ومسؤوليتها لتحقيق الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب. وقد ثمن وزير دفاع كوريا الجنوبية في هذا الإطار التدخل السريع والوساطة الفاعلة التي قامت بها مصر بقيادة السيد الرئيس لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة واحتواء التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إلى جانب المبادرة بإعادة إعمار غزة.
التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي سوواك وزير الدفاع الوطني بجمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق له والذي يزور مصر حالياً. تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي تضمنت مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات لكلا البلدين. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي السيد سووك وزير الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. وتناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي تضمنت مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات لكلا البلدين. وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية كوريا الجنوبية، مشيرا إلى حرصه على أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكري المشترك بين البلدين. من جانبه أعرب وزير الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الجنوبية عن تطلعه أن تشهد المرحلة المستقبلية مزيدا من التعاون على نحو يلبي المصالح المشتركة للجانبين وحرص بلاده لدعم آفاق التعاون العسكري مع مصر خلال المرحلة المقبلة. حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين ووزير مشتريات الدفاع الكوري وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة. هذا وتعد العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية نموذجا يحتذى لعلاقات قوية ووثيقة منذ القدم، حيث ترتبط الدولتان بأواصر تاريخية ثقافية وعلاقات متميزة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي نستعرضها في هذا العرض. أمر النائب العام بحبس 3 متهمين بخطف طفل المحلة، حيث تلقت النيابة العامة بلاغا من والد الطفل المخطوف في 29 من أغسطس، وتزامنا مع ورود البلاغ رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارا واسعا لمقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي مأخوذ من آلة مراقبة صورت لحظة ارتكاب المتهمين واقعة الخطف. وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة، حيث عاينت النيابة مسرح الجريمة وشاهدت المقطع المصور المتداول وكلفت الشرطة بالتحري عن الواقعة وصولا لمرتكبها، فتمكنت من تحديدهم وتحديد مكان تواجد 2 منهم، فأمرت النيابة العامة بإلقاء القبض عليهما. لدينا أرشدا عن محل احتجاز الطفل المجني عليه وتواجد المتهم الثالث. وقد استمعت النيابة العامة لأقوال الطفل المجني عليه وشهادة والديه ومجري التحريات ووقفت منهم على صورة ارتكاب الواقعة، ثم استجوبت المتهمين فيما نسب إليهم فأقروا بارتكابهم الجريمة على نحو ما توصلت إليه تحقيقات النيابة العامة.
وقد نشرت وزارة الداخلية تقريرا يظهر لحظة اختطاف الطفل زياد في الغربية، وتتبع خط سير الجناة وفحص كافة الملابسات المحيطة بالواقعة التي تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك ضبط مرتكبي الواقعة وإعادة الطفل إلى أسرته. تلك المشاهد لواقعة اختطاف طفل بمحافظة الغربية أثارت الرأي العام بعد بثها على مواقع التواصل الاجتماعي. المشاهد رغم صعوبتها فإن أجهزة وزارة الداخلية جاء ردها سريعاً وحاسماً وبصورة أثلجت صدور المصريين الذين تعاطفوا معه واعتبروه ابناً لهم. كنت بفتح الدكان بتاعنا، أول بقى كنت لسه برفع الباب لقيت العربية جت وقفت مرة واحدة، ولسه بطلع الاستند لقيتهم جه شالوني وحطوني في العربية وخدوني وجروا، وبعدين وقفنا شوية وبعدين ركبوني عربية تاني، وبعدين قعدوني كده في بيت على الطوب الأحمر، وبعدين كلموا بابا وقالوا عايزين 2 مليون. بدأت أولى خطوات البحث من خلال تحليل ما رصدته كاميرات المراقبة في موقع الحادث، إلا أن الجناة إمعانا في إخفاء معالم الجريمة قاموا بإحراق السيارة المستخدمة في الواقعة، لكن ذلك لم يقف عائقا أمام جهود البحث التي اتسمت بالاحترافية الكبيرة، كما تم استخدام التكنولوجيا الحديثة لتتبع خطوط سير الجناة، إلى أن نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فقط من واقعة الاختطاف في الوصول إلى مكان اختفاء الجناة، ونجحت في ضبطهم وتحريره سالماً. قالوا لي اطمن ابنك هيكون في حضنك، بصراحة ما سابونيش، بمعاملة كويسة، بيتعاملوا معايا كأن أخ بالظبط وأهل، وتعاملوا إن هو ابنهم مش ابني، وفعلا وعدهم وأوفهم بصراحة، والحمد لله ابن رجالي بفضل ربنا الأولا ثم وزارة الداخلية والرئيس عبد الفتاح السيسي. ويعد سرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة رسالة حاسمة بأن الشرطة المصرية قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين، فقد أعاد تحرير الطفل المختطف البسمة لأهله وسكان مدينة المحلة الكبرى الذين روعهم مشهد الاختطاف، كما أعربوا عن ثقتهم في الأجهزة الأمنية وجاهزيتها الكبيرة. وشفت طبعاً فرحة الأهالي بيه، طبعاً هو ابنهم، وبشكرهم، بشكر رجال الأمن لأن هم كلهم من أكبرهم لأصغرهم طمنوني وقالوا لي ما تقلقش. تمت عملية تحرير الطفل الغربي المختطف بنجاح، ليتبدد الخوف إلى طمأنينة وأمان وثقة وفخر بالأجهزة الأمنية التي تسهر على حماية أمن الوطن بكل احترافية ويقظة بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المستدامة، ويتأكد لكل مواطن أن هناك من يحرسه ويسهر على راحته وحمايته ليأمن على نفسه وماله دون خوف. وكانت وزارة الداخلية قد نشرت لقطات أيضا لضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفل الغربية وإعادته لأسرته. أي محاولة للمساس بأمن مصر أنتم تتصدوا لها. أنا بقول للمصريين اطمئنوا لأن احنا هنا مستعدين. دايما نرسي في عهد ما بينا يا بلدي وكلنا متفقين، من اول يوم والاخر يوم واليوم الدين، دايما جاهزين دايما جاهزين، اطمني دايما اولادك يا بلدنا شباب، وعيوننا بتسهر على راحتك وعلى استعداد، دايما جاهزين يا مصر اطمن وانت بتمشي في كل مكان، انا عيني عليك انا هدفي ان انت تعيش في امان، امنك وامانك عهد علينا احنا اخدناه، دايما جاهزين لما بتلمس خطوتنا الارض في الزعال، بيروح ابطال بس بيجي مكان الابطال يمشوا المشوار، دايما جاهزين ورانا
وقد التقت كاميرا إكسترا نيوز مع الطفل زياد ووالده ووالدته بعد نجاح جهود الأمن في إعادة الطفل سالما إلى أهله في محافظة الغربية. وتوجهت أسرة الطفل بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادته إلى أهله سالما عقب اختطافه. طبعا فرحة ما توصفش، والفضل طبعا لربنا أولا، ثم للرئيس الجمهورية ووزير الداخلية ورجال الأمن جميعا من أكبرهم لأصغرهم، ومساعدتهم وبدعاء المصريين كلهم لينا، وده نعمة ربنا يديم علينا ومحبة الناس. أنا مش عايز أفتكر الصراحة. أنا بشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والداخلية، وبشكر كل الضباط كلهم. الحمد لله انه رجع بالسلامه ومبسوطه، لان انا ما كنتش متوقعه انه هو يرجع. انا ما كنتش متوقعه انه هو هيرجع، عشان خاطرهم طلبوا فدية كبيره وقالوا ان هم هيقتلوه وهددوه بالقتل والذبح وهددوه ان هم يرموه. فانا ما كنتش متوقعه. فانا لما رحت المباحث امبارح بصراحه اتعاملوا معايا بقمه الادب والاحترام والذوق، وقعدوني وطمنوني كلهم، وكلهم الصراحة وجولي هنا كتير جدا رتب كبيرة وطمنوني. وأنا كنت باخد كلامهم إن هو يعني تصبيرة، بس الحمد لله الحمد لله مش مكنتش مصدقة. هذا وأجرت كاميرا إكسترا نيوز لقاءات مع أهل طفل الغربية الذين تقدموا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وقوات الأمن لجهودهم في تحرير الطفل زياد البحيري من مختطفيه. احنا مش عارفين نشكر ازاي فندم الحكومه على المجهود اللي عملته معانا الفتره اللي فاتت دي، وبصراحه ما كناش متوقعين ان هم يجيبوا الولد في خلال اليوم او يومين بكتير يعني. وبنشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي باهتمامه بينا وانه سرع العمليه في اسرع وقت ان احنا نجيب الولد. التعبير ما فيش قبليه ولا بعدين، احنا قعدنا يومين في جو ما يعلم به الا ربنا، يعني حزن وخوف وقلق وتوتر ما اقولكش عليه، وجميع شعب مصر كانوا بيشاركونا الحزن ده على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، وعلى يعني بصراحه شعب مصر بيبان في اللحظات الحرجه اللي زي دي ان هو شعب بيحب بعضه، شعب يعني فيه الخير وفيه كل خير. ما حدش يقول على مصر اي كلمه ما تستحقهاش، مصر تستحق كل خير، ورئيسها كمان معانا يعني ما سبناش، وبنشكر كل اللي وقفوا جنبنا. الحمد لله بفضل الله وعطفه وكرمه علينا، الاجهزه الامنيه ساعدتنا جامد جامد جامد، وردت ابننا علينا بفرحه وسعاده كبيره جدا، يعني ما شاء الله كل شيء يعني مش فوق الوصف، يعني مش مجامله، حق يعني حقيقه. وابننا ورجلنا سالم، ما فيش فيه اي حاجه، بخير وسلام، وفرحتنا بقت كبيره قوي قوي برجوعه لينا. ونشكر جميع الاجهزه الامنيه وجميع الشرطه وجميع الجيش وجميع كل من وقف جنبنا، والرئيس وجميع كل ما في الدوله وقفوا جنبنا وقفه جامده جامده كبيره كبيره جدا. إلى ملف آخر، فقد أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس السيسي يوجه دائما بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك مهم في تحقيق التنمية. وخلال حضوره افتتاح مستودع شركة أمازون في مدينة العاشر من رمضان، أكد مدبولي أن الحكومة تواصل السعي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإقامة مختلف المشروعات في جميع القطاعات، ومؤكدا أن السوق المصري واعد وبه فرص واسعة أمام المستثمرين ورجال الأعمال. من جانبه نوه نائب رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن أمازون تستثمر أكثر من مليار جنيه في مصر، وأن السوق المصري تحتل المرتبة الأولى من حيث استثمارات أمازون في القارة الأفريقية. ناقش رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مع وزير المالية وعدد من مسؤولي الوزارة مؤشرات أداء الأعمال بمصر والمقترحات المستقبلية لتحسين مؤشر سداد الضرائب بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية. استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة تعمل بجد لتحسين ترتيبها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية،
لافتا إلى أن هناك بعض الإجراءات المقترحة التي يتم دراسة سبل تطبيقها خلال المرحلة المقبلة من أجل إحداث التغيير المطلوب والذي يتماشى مع خطط الإصلاح الهيكلي الذي تتبناه الحكومة والاستكمال النجاح الذي حققته في هذا الشأن. أشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بالأداء الإيجابي للقطاع الاستهلاكي في مصر وتفرده إقليميا ودوليا في تحقيق أداء قوي أثناء وبعد جائحة فيروس كورونا في حالة وصفتها الوكالة بأنها نادرة الحدوث. واستعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تقريرا أشارت فيه وكالة فيتش إلى أن تعافي هذا القطاع تحديدا يستغرق ما بين عامين إلى 3 أعوام، في حين أنه في الحالة المصرية شهد صمودا أثناء الجائحة وأداء قويا فيما بعد الجائحة، وزاد الإنفاق الاستهلاكي للأسر خلال العام الحالي بنسبة 15% عن مستواه ما قبل الجائحة خلال عام 2019، كما تتوقع الوكالة أن يتزايد الإنفاق بنسبة 21% خلال العام المقبل مقارنة بعام 2019. شدد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من مشروعات حياة كريمة ودخولها الخدمة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث قدم وزير الإسكان عاصم الجزار عرضا حول الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم إقامتها في 178 وحدة محلية ب 25 مركزا في 10 محافظات، من بينها مجمعات خدمة المواطنين وإنشاء وتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب والملاعب والكباري. وأشار وزير الإسكان إلى أن عدد الطرق المستهدف تطويرها يصل إلى 1385 طريقا، فضلا عن تنفيذ 751 مشروعا بقطاع الكهرباء في الوحدات المستهدفة. وفي سياق متصل، جدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على أهمية مشروع حدائق الفسطاط لكونه يتسق مع جهود الدولة المبذولة لتطوير المواقع والمعالم التراثية بالقاهرة، لافتا إلى أن هناك متابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمراحل تنفيذه. وخلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، كلف رئيس الوزراء صندوق التنمية الحضرية بسرعة تحويل دفعة للجهاز المركزي للتعمير، موجها بضرورة ضغط الجدول الزمني للتنفيذ في وقت قياسي في ضوء توجيهات القيادة السياسية. أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن مشروعات إحياء القاهرة التاريخية تحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بسرعة البدء في إنشاء المباني السكنية مع تنفيذ أعمال ترميم المناطق الأثرية والمباني ذات القيمة للحفاظ على مظهرها الحضري واستعادة رونق القاهرة التاريخية. هذا وأكد رئيس الوزراء أهمية سرعة صرف التعويضات للمستحقين، مطالبا بسرعة تسليم الأراضي للهيئة الهندسية لتنفيذ مشروعات التطوير.
نشرت وزارة الداخلية لقطات أيضا لضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفل الغربية وإعادته إلى أسرته. نتابع. أي محاولة للمساس بأمن مصر أنتم تتصدوا لها. أنا بقول للمصريين اطمئنوا اطمئنوا، لأن احنا هنا مستعدين. دايما جالسين في عهد ما بينا يا بلدي وكلنا متفقين، من أول يوم والآخر يوم واليوم الدين. دايما جالسين دايما جالسين، اطمني دايما أولادك يا بلدنا شباب، وعيوننا بتسهر على راحتك وعلى استعداد. دايما جالسين يا مصر اطمن وانت بتمشي في كل مكان، انا عيني عليك، انا هدفي ان انت تعيش في امان، امنك وامانك عهد علينا احنا اخدناه. دايما جاهزين لما بتلمس قوتنا الارض تهز عال، بيروح ابطال بس بيجي مكان الابطال يمشوا المشوار. دايما جاهزين ورانا في شعب طول الوقت الايد في الايد، أوضح وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن اجتماع الجزائر لدول جوار ليبيا يؤكد للمجتمع الدولي أن لدول الجوار الليبي دورا لا يمكن الاستهانة به. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزيري خارجية الجزائر وليبيا عقب ختام اجتماع دول جوار ليبيا في العاصمة الجزائرية. اجتماع كذلك مبني على إرادة البلدان المعنية وفي مقدمتها ليبيا للتأكيد للمجتمع الدولي أن دورنا يجب أن لا يستهان به، أن دورنا كبلدان تتأثر بطبيعة الحال بما يحدث في الجوار مباشرة وأكثر من غيرنا من الدول في العالم، إذن أن صوتنا يجب أن يسمع وأن دورنا يجب أن يعترف به. من جانبها أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أن اجتماع الجزائر كان ناجحا وحمل رسالة واضحة تؤكد دعم الجهود الليبية في تحقيق الاستقرار. كما أوضحت المنقوش أن كل دول الجوار الليبي أبدت استعدادها الكامل للمساهمة في جهود استقرار ليبيا وتأمين الحدود المشتركة. هذا الاجتماع كان منذ أول لحظة إلى الختام رسالته واحدة وواضحة، وهي دعم ليبيا، دعم التوجه الليبي ودعم الجهود الليبية في استقرار ليبيا، وهذا ما لمسناه ملحوظ إدارة وأجندة، وأيضا خلق المناخ الصحي الملائم لمناقشة كافة التفاصيل المتعلقة باستقرار ليبيا. ولكن كان الأهم من ذلك هو الاستماع إلى دول الجوار الشقيقة الجارة التي وكيف وضع ليبيا الأمني أثر عليهم بطريقة سلبية، وكيف نستطيع أن نتعاون جميعا لوضع حلول عملية وحلول إقليمية للدفع بعجلة الاستقرار في ليبيا. دعت منظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم الإنساني لملايين المحتاجين في أفغانستان. أشارت المنظمة إلى أن عشرات الملايين من الأفغان المعرضين للخطر لا يزالون داخل البلاد، وأن العمل على تلبية احتياجاتهم قد بدأ للتو، مشددة على أن العالم لا يمكنه أن يصرف أنظاره عن شعب أفغانستان في هذا الوقت الحرج.
دعوات أطلقتها منظمة دولية عالمية لمواصلة تقديم الدعم الإنساني لملايين المحتاجين في أفغانستان. منظمة الصحة العالمية قالت إن هناك عشرات الملايين من الأفغان المعرضين للخطر داخل البلاد، مشددة على أن العالم لا يمكنه أن يصرف أنظاره عن شعب أفغانستان في هذا الوقت الحرج. من جانبها ناشدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للحصول على المزيد من الدعم للعمليات في أفغانستان، محذرة من أن أزمة كبرى في بدايتها تحدق بالبلاد وبسكانها البالغ عددهم 39 مليون شخص، كما دعت دول جوار أفغانستان إلى إبقاء الحدود مفتوحة أمام طالب اللجوء. في تلك الأثناء وصلت أول شحنة جوية أممية من الإمدادات الطبية إلى مطار مزار الشريف في شمال أفغانستان، وتحتوي الشحنة على نحو 12.5 طنا من المستلزمات الطبية التي تكفي لعلاج الإصابات والحالات الطارئة وتغطي الاحتياجات الصحية الأساسية لأكثر من 200 ألف شخص. وتعتبر هذه هي الرحلة الأولى من بين ثلاث رحلات يجرى التخطيط لتنفيذها مع الخطوط الجوية الباكستانية الدولية بهدف سد النقص الملح في الأدوية والإمدادات الطبية في البلاد. ووسط الوضع الإنساني المتردي، تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً يدعو طالبان إلى ضمان خروج آمن للأفغان من أفغانستان. وقد أعاد مجلس الأمن التأكيد في القرار على أهمية احترام حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق النساء والأطفال والأقليات، كما طالب بعدم استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أو مهاجمة دول أخرى ولا لإيواء إرهابيين. القرار الأممي دعا أيضاً إلى ضرورة تكثيف الجهود لتقديم المساعدة الإنسانية إلى أفغانستان، وحث جميع الأطراف المعنية على السماح بالوصول الكامل والآمن للمساعدة الإنسانية إلى جميع المحتاجين إليها بمن فيهم المشردون داخلياً. لقي شخصان مصرعهما في ولاية ميسيسيبي الأمريكية وأصيب عشرة آخرون جراء انهيار طريق سريع بعد أن اجتاح الإعصار إيدا المنطقة، كما تسبب الإعصار في مقتل شخصين آخرين في لويزيانا التي أغرقتها الأمطار وشهدت انقطاعا واسعا في الكهرباء. لقي 29 شخصا مصارعهم إثر سقوط حافلة من ارتفاع 200 متر أثناء السير على طريق سريع في بيرو. قالت السلطات إن الحافلة كانت تسير على طريق رئيسي في جبال الإنديز بالقرب من بلدة ماتوكانا. هذا وقال مسؤول بالشرطة إن الحافلة كانت تقل 63 شخصا. ومشاهدينا، نذكركم بهذه اللقطات التي نشرتها وزارة الداخلية لضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفل الغربية وإعادته إلى أسرته مرة أخرى. أي محاولة للمساس بأمن مصر أنتم تتصدوا لها. أنا بقول للمصريين اطمئنوا اطمئنوا، لأن احنا هنا مستعدين. دايما نفسي في عهد ما بينا يا بلدي وكلنا متفقين، من أول يوم والآخر يوم واليوم الدين. دايما جاهزين دايما جاهزين، اطمني دايما أولادك يا بلدنا شباب، وعيوننا بتسهر على راحتك وعلى استعداد. دايما جاهزين ويا مصر اطمن وانت بتمشي في كل مكان، انا عيني عليك انا هدفي ان انت تعيش في امان، امنك وامانك عهد علينا احنا اخدناه. دايما جاهزين لما بتلمس خطوتنا الارض بتهز عال، بيروح ابطال بس بيجي مكان الابطال يمشوا المشوار. دايما جاهزين ورانا في شعب طول الوقت الايد في الايد، لو عدى علينا الليل علشان مع بعض اكيد بيجي لنا نهار. دايما جاهزين. يمشوا المشوار.
علشان مع بعض اكيد بيجي لنا نهار دايما جاهزين. وفي ملف كورونا، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي حقق هدفه بتلقيح 70% من البالغين بشكل كامل ضد كوفيد-19. أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى ضرورة أن يتلقى اللقاح مزيد من الأوروبيين. أما في باريس، فقال مسؤول في وزارة الصحة الفرنسية إن بلاده تأمل في إعطاء جرعة ثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لنحو 18 مليون شخص بحلول أوائل العام المقبل. وأوصت أكبر هيئة استشارية صحية في فرنسا بإعطاء جرعة تنشيطية لمن تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر، وللذين يعانون بالفعل من أمراض تعرضهم للخطر. قال البيت الأبيض إن نحو 14 مليون من سكان الولايات المتحدة تلقوا جرعة أولى من لقاح فيروس كورونا في أغسطس، بزيادة نحو 4 ملايين مقارنة بشهر يوليو، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الأمريكية حث الأمريكيين على التطعيم وسط ارتفاع حالة الإصابة بفيروس كورونا. أشارت البيانات إلى أن متوسط عدد الإصابات اليومية في الولايات المتحدة بلغ نحو 130 ألف إصابة، ومتوسط الوفيات اليومية في أيام يصل إلى ما يقرب من 900 وفاة، وذلك مع استمرار انتشار سلالة دلتا الجديدة شديدة العدوى. أما في اليابان، فقد أكدت جامعة طوكيو تسجيل أول حالة إصابة بنوع جديد من متحور دلتا شديد العدوى من فيروس كورونا المستجد، يحمل في تكوينه طفرة مشابهة لمتغير ألفا. وتم الإبلاغ عن 8 حالات لهذا النوع الفرعي من دلتا خارج اليابان، لكن مستوى العدوى به لا يزال غير معروف. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول منح الحكومة تراخيص لمستشفيات ومراكز غير متخصصة لعلاج حالات الإدمان. قال المركز إنه تواصل مع وزارة الصحة، والتي أكدت أن كافة مستشفيات ومراكز علاج الإدمان المرخصة هي مراكز متخصصة وتستوفي كافة الاشتراطات الطبية وتخضع للمراقبة والإشراف من قبل المجلس القومي للصحة النفسية التابع للوزارة، وتقوم بتقديم الخدمات العلاجية من قبل فرق طبية مؤهلة على أعلى مستوى للتعامل مع حالات الإدمان، مناشدة المواطنين عدم التعامل مع أي منشآت وهمية أو غير مرخصة والتي قد تمثل خطورة على أرواحهم. أكدت وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد أن الزمالة المصرية تضمن حصول الأطباء على المهارات الإكلينيكية وتلبية طموحاتهم في تحقيق الكفاءة والجودة بالعمل، وخلال عقد الوزيرة لجلسة نقاشية مع عدد من أطباء الزمالة بمختلف المراحل والتخصصات الطبية، أكدت زايد على أهمية مشاركة الأطباء في مسار تطوير برنامج الزمالة المصرية وتبني ما يطرحونه من مقترحات، كما وجهت باستحداث برامج تدريبية مستدامة لخريجي الزمالة المصرية بمختلف التخصصات. شاركت مصر في الحديث رفيع المستوى لما قبل مؤتمر التنوع البيولوجي 2021، والذي تنظمه الحكومة الكولومبية بدعم من سكرتارة اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي. هذا وألقت دكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عبر الفيديو كونفرنس كلمة الحكومة المصرية، حيث أكدت أن مصر كرئيس لمؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي بذلت جهودا حثيثة لرسم إطار عالمي لخارطة التنوع البيولوجي لما بعد 2020، والتي جاءت في ظل الظروف الحرجة التي واجهها العالم مع بداية جائحة كورونا. أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة الهلال الأحمر المصري للتوعية بالتبرع بالدم تحت شعار تبرعك حياة لغيرك. وأكدت وزيرة التضامن نيفين القباج أن الحملة تهدف لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن التبرع بالدم في ظل جائحة فيروس كورونا،
كما وجهت الوزيرة التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاق المشروع القومي لتجميع وتصنيع البلازما، مؤكدة أنه مشروع قومي واستراتيجي له أثره الصحي والإنساني والاقتصادي. النهاردة إحنا في رحاب الهلال، أولا لتأبين الدكتور إيهاب سراج الدين رحمة الله عليه اللي استشهد في جائحة كورونا، وهو يعني من أقطاب وزارة الصحة وكان مستشار للهلال الأحمر المصري، وكان أول من أنشأ بنك الدم المصري في اللي هو التابع للهلال الأحمر وتوسع فيه، والحقيقة إلى أن أصبحوا 5 مراكز على مستوى الجمهورية، أخرهم المركز الذي استحدث في محافظة سوهاج. الحقيقة الهلال رسالته قائمة على التبرع والتطوع، فالنهاردة بنقول في تبرعك حياة لغيرك، احنا وبنطلق حملة تبرع تطوع في التطوع حياة، وده اللي بننشده في الفترة الحالية والقادمة. الأخلاق المصرية الأصيلة والمجتمع المدني القوي والصلب والمساند للدولة والشباب المصري بشكل عام. من ضمن عمل جمعية الهلال الأحمر المصري في مجال الصحة هي التبرع بالدم من خلال بنوك الهلال الأحمر المصري المنتشرة في 5 محافظات. احنا كنا عايزين في الحملة ديت ان احنا نوصل للناس رسالة ألا وهي ان التبرع ده حاجة صحية وسليمة، وان التبرع دوت زي ما انت بتقدر انك تبرع بالدم برضو بتساعد حياة ناس تانية. في كثيرة من الناس بتحتاج لقطرة الدم زي الحوارث، زي الأطفال اللي عندهم الثلاسيميا، زي أطفال اللي عندهم الأورام. كل دوت بيساعدنا طبعا ان احنا نحصل على المستهدف اللي احنا بنطلبه ونقدر نساعد الناس. فده طبعا بالإضافة الى تأبين المرحوم دكتور إيهاب اللي كان ليه بصمة واضحة في بنوك الدم في الهلال الأحمر المصري على مستوى الجمهورية، من حيث التطوير، من حيث الأنظمة الحديثة والأجهزة، من حيث البيئة الأمينة برضو اللي بيتم فيها سحب الدم. دورنا كجمعية الهلال الأحمر المصري نحن نؤكد ونرسخ لمفهوم هام جدا، مفهوم ثقافة التبرع. ثقافة التبرع بالدم لأنها بتعكس ثقافة مجتمعية، وبتعكس أيضا روح التكافل، لأن المصدر الأساسي للدم هو جسم الإنسان. فالمتبرع بالدم حينما يتبرع بالدم فهو ينشط جسمه وينشط نخاع العظام على إنتاج المزيد من خلايا الدم، وبالتالي هو يكون في صحة أفضل. وفي نفس الوقت ما يتم التبرع به هو يمثل إنقاذ لحياة مصاب أو إنقاذ لحياة مريض يحتاج إلى نقل الدم. الدكتور سراج طبعا ربنا يرحمه ونحتسبه عند الله من الشهداء، طبعا هو قدم الكتير، هو حطنا على الطريق رحلة العطاء بتاعته، وإحنا إن شاء الله نكمل اللي هو بدأ به إن شاء الله بإذن الله. التطوع حياة، التطوع هيغير في شخصيتك كتير جدا، هيبدلك، هيتبقى فعلا شخص معطي، فبالتالي انت هتحس بمتعة العطاء وبنعمة العطاء، لانك هتاخد كتير جدا روحانيات وانسانيات واخلاقيات ليك اكتر من كتير جدا من انت بتديها. فياريت كل الناس تتطوع في الهلال الاحمر المصري. قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر بدعم أكثر من 87,000 مشروع صغير ومتناهي الصغر خلال النصف الأول من العام الجاري، بإجمالي وصل إلى 2,800,000,000 جنيه، وذلك في إطار سعي الدولة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب في مختلف القطاعات. استطاع الجهاز تسجيل قصة نجاح جديدة لأحد الشباب لإنشاء مصنعه الخاص بالصناعات المعدنية في مدينة الصناعية ب15 مايو. المزيد في سياق هذا التقرير. قبل عام واحد قرر أحمد عبد البديع أن يغير مجال عمله بعد أن كان يعمل مهندسا للبترول، حتى تمكن من إنشاء مصنع خاص بالصناعات المعدنية بدعم ومساندة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. كنت شغال حكومة، وبعد كده أشار علي أحد الأصدقاء بالمجال ده، خصوصا أنه هو لي باع يعني في المجال يعني، وبدأت بعد كده اشتغلت في شركتين ثلاثة يعني، لغاية ما بقت خبراتي الحمد لله أثقلتها، وبالسنس الهندسي اللي عندي قدرت أعرف إن المجال ده مفتوح في مصر بطريقة حلوة جدا. وطبعا زي أي شاب ممكن الإمكانيات المادية تكون عائق شوية قصادنا، قدرنا نبدأ بورشة صغيرة الأول، وبرضو بدأت أكتسب بعض الخبرات مع بعض سابقة الأعمال في بعض شركات البترول. 2,200,000 جنيهات هي قيمة التمويل التي حصل عليها الشاب الأربعيني ليتمكن من تنفيذ مشروعه في ظل وجود المساندة والدعم المستمرين من الدولة المصرية التي وفرت له كافة الإمكانات وتذليل العقبات. زي أي شاب زي ما أنت عارف بيبقى فيه عائق مادي
مقابل ان انت تقدر تكبر في المجال ويبقى عندك مصنع كبير باسمك. فاشار علي احد الاصدقاء ولجأت لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرع حلوان هنا جنبنا، ساعدونا بطريقة مذهلة وزللوا قدامنا العقبات وعملوا لنا دراسة جدوى وساعدونا، وقدرت بفضل الله ان انا اخد منهم زي قرض تمويلي. الكارد ده كان عبارة عن مساعدة في الماشينري المكن يعني، ومساعدة تمويلية. خطوات ناجحة خاضها ابن محافظة بني سويف تجاه فكرة مشروع يحمل شعار صنع في مصر، داعيا الشباب إلى البحث عن أفكار لمشروعات قابلة للتنفيذ، مؤكدا أن السوق يستوعب آلاف المشروعات. اعرض وجهة نظرك، اعرض دراسة جدوتك، اعرض مشروعك، هتلاقي ناس تستمع ليك، مش هتخسر حاجة. لو تم الموضوع وأضافوا لك التمويل انت هتكسب حاجات كتيرة جدا، غير ان هو تمويل هم برضو بيخلوا بالهم منك، بيرعوك في حاجات تانية كتير. وزي ما قلت من شوية برضو ان يعني لازم الانسان والشباب بالذات يتمسك بحلمه، انك انت يبقى عندك مشروعك الخاص بك مهما كان صغير ومهما كان الفكرة انت شايف انها قد تكون صعبة، بس اعتقد ان مفيش حاجه ان شاء الله صعبه. واعتقد ان جهاز انا كشخصيا جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه فرق معايا على المستوى الشخصي. اكثر من 87 الف مشروع صغير ومتناهي الصغر تم دعمهم من قبل الدوله خلال النصف الاول من العام الحالي باجمالي وصل 2.8 مليار جنيه. تحققت أحلام العديد من الشباب والفتيات على منصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تلك المشروعات التي تدعمها الدولة المصرية وخصصت لها جهازاً قوياً ساعد آلاف الشباب على تحقيق حلمه. من المنطقة الصناعية بالخامس عشر من مايو، إبراهيم عزت، إكسترا نيوز. والآن إلى أخبار الرياضة. تنطلق اليوم فعاليات بطولة العالم للدراجات للناشئين التي تستضيفها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وستقام فعاليات البطولة في مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة. أعلنت المتحدة للخدمة الإعلامية عن اتفاقها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بخصوص حقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم 2022 داخل وخارج مصر أمام أنغولا والجابون وليبيا، بالإضافة إلى مباراتي الدور المقبل الحاسمتين في التأهل إلى المونديال. ينص الاتفاق بين المتحدة للخدمة الإعلامية والاتحاد الدولي على حقوق البث الأرضية والفضائية على قنوات أون تايم سبورتس لكل هذه التصفيات التي ستنطلق في الأول من سبتمبر. وقد رصدت كاميرا إكسترا نيوز ردود أفعال المواطنين عقب حصول الشركة المتحدة على حقوق بث مباريات المنتخب الوطني في تصفيات المونديال على فضائية أون تايم سبورتس. كان خبر سعيد بالنسبة لنا احنا كشباب، حضرتك بدل ما بننزل نقعد على القهوة ونتفرج وبنعمل زحمة، احنا ممكن نشاهد الحاجة دي على التلفزيون بيننا وبين اصحابنا برضه وبين اهالينا، فحاجه كويسه بالنسبه لنا وبالنسبه لمصر برضه ان تصفيات كاس العالم انها تكون متذاعه على التلفزيون المصري. عشان اتفرج على ماتش زي دوت لازم طبعا انزل على القهوه او مثلا اروح اي مكان تاني بره البيت عندي عشان طبعا الاقي حاجه زي دي. بدل الشباب ما يقعد على القهوه ولا كده يبقى في البيت احسن. طيب كويس للشعب المصري كله عامه يعني. طبعا حاجه جميله جدا يعني بتجمع الاسره مع بعض. تاني حاجة يعني مناسبة للإجراءات الاحترازية اللي بتحصل بخصوص طبعا فيروس كورونا وتقليل التجمعات برضو، فدي حاجة كويسة جدا يعني أنا شايفها إن حاجة إيجابية. الحقيقة هي حاجة هتبقى ظريفة جدا لأنها هتوفر وقت في نزول القهاوي، وكمان المشكلة الصحية اللي بتواجه العالم دلوقتي في كورونا والعدوى الانتشار هيبقى سهل جدا في القهاوي، فإن هي موجودة على التلفزيون
هي مش هتوفر فلوس على الناس بس، لا هتوفر لهم صحتهم كمان. كويس جدا طبعا، علشان نحاول اننا نتجنب التجمعات ونتخذ الاجراءات الاحترازيه، علشان الويف الرابعه من كورونا المفروض انها جايه في الشتاء اللي جاي، فده طبعا هتبقى حاجه جميله جدا، الناس تتفرج في بيوتها، كل واحد يبقى مع اسرته، ونحاول اننا نقلل التجمعات على قد ما نقدر يعني، اظن دي هتبقى حاجه كويسه جدا. يواجه المنتخب الوطني نظيره الأنغولي اليوم الأربعاء في القاهرة ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022. سيقام اللقاء والذي يديره طاقم تحكيم من مالي بقيادة بوبو تراوري في 9 مساء على ملعب الدفاع الجوي للقاهرة. والآن نتعرف على أخبار الطقس. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس حار رطب نهارا، معتدل رطب ليلا على معظم الأنحاء، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم. وفي ختام هذه الجولة الإخبارية نذكركم بأهم العناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد حرص مصر على دعم زامبيا من خلال تعزيز أطر التعاون الثنائي. الرئيس السيسي يؤكد أن مصر باتت تتمتع بمنظومة بنية أساسية توفر أساساً لإقامة أي تعاون مع الشركاء الدوليين. النائب العام يأمر بحبس 3 متهمين بخطف طفل المحلة. ختاماً ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. أشكر حضراتكم على طيب المتابعة، والشكر موصول للزميل أحمد بشتو.